بدايتها جت ازاي اصلا معاك؟ هي بدايتها انا كنت يعني بدات ملاكمه مع والدي اول، اتفرجت عليه، بعد كده بدات وداني لعبت جمباز كتاسيس، بعد كده بدات الملاكمه وانتظمت فيها معاه، وهو فضل سن كام بقى تقريبا؟ 4 سنين ملاكمه. من 4 سنين بدات، 4 سنين بدات التعليم، 4 سنين قعدت، 3 سنين اتعلم بس، ما بلعبش ملاكمه ولا بابا هو احتكاكات، اللي يضربك بس، باخد اساسيات بس، 3 سنين 4 سنين كده اساسيات، بعد كده بدات بقى ايه اتمرن بقى مع الفرقه واجري وبدني وكل حاجه، بعد كده قعدت لغايه 6 ابتدائي معاه في بورسعيد، وبنسافر معسكرات في المؤسسات وكده، بعد كده في اولى اعدادي لغايه 3 ثانوي دخلت مدرسه الموهوبين تبع وزاره الشباب والرياضه، تمام. فضلت قاعد فيها من اولى اعدادي لثالثه ثانوي، وبدات اول بطوله رسمي ليا في ثانيه اعدادي كانت 2014، خسرت فيها ما حققتش مركز. ما زعلتش وقلت لا خلاص دي لا مش ما لعبتي، قلت هكمل دي بره. كانت البدايه معايا، رجعت من اول يوم بعد البطوله كان بدايه التمرين بتاعي للبطوله اللي بعدها. البطوله اللي بعدها بسنه جبت اول جمهوريه، واللي بعدها اول جمهوريه، فضلت بقى مستمر على كده، بخسر واكمل اكسب ارجع تاني واخسر، وابويا كل ما بخسر يعني هو بيفضل واقف في ظهري ويقول لي دي مش حاجه تزعلنا، دي حاجه تحمسنا ان احنا هتقول لنا نكمل. اسم الكابتن كده اللي ورا، كابتن سيد العوض يا ابويا. كابتن سيد العوض، ربنا يديه الصحه ونقوله مبروك طبعا ان انت بتشوف كده عمر، ونتمنى له ان شاء الله، هنشوف بقى لسه في طموحاته انه يكون بطل اولمبي ان شاء ان الله. شاء الله باذن تمام، الله. وصلنا اللي احنا اول بطوله وخلاص وبنروحنا وبنيجي، وعادي جدا ان احنا وارد ان احنا نبقى في يومنا ونكسب، وارد ما نكونش في يومنا، ما ناخدش انكسار ونقول لا مش هنكمل، عشان في ناس عندها الحته دي للاسف، ممكن يخش بطوله ما يوفقش فيها وتلاقيه ساب الرياضه دي عشان ما او وفقش خسر البطوله. ظلم مثلا يقول لك لا انا مش هكمل عشان فيها ظلم. هي مش الجانب التحكيمي دي قصه تانيه، دي بس المعامل البشري فيها. سواء هي كده كده الملاكمه عندنا ماتشاتها ساعات بتبقى قريبه جدا، فانت تبقى شايف اللي انت كسبان والتاني شايف اللي هو كسبان، وهو الماتش عادي بيروح في اي حته، هو في 5 حكام كل واحد بيقول وجهه نظره في المستوى بتاع اللعيب طول ال3 جولات، انت معاك 9 دقائق بتثبت فيهم للحكام اللي قاعده تحت انت تكسب ولا لا. النتيجه بقى اتظلمت ما اتظلمتش دي حاجه مش بتاعتنا احنا. طيب البطوله الاخيره ناخد من اخر المطاف، احنا قلنا بدايات ومن 4 سنين، مع ان انا شايفها يعني بدايه مبكره جدا للبوكسنج، ما اعرفش ده تقديرك انت ليها ايه، وخلاص دخلنا منتخب مصر وبدانا نخش في البطولات الافريقيه. اول بطوله افريقيه تتذكرها؟ كانت في السنغال برضه، نفس الصاله ونفس كل حاجه، 2019. 2019 عملنا فيها ايه؟ لعبت اول ماتش دور ال 32 مع تونس كسبته 5-0. تاني ماتش خسرت من بطل الميزان 3-2. بطل الميزان اللي هو جاب اول في البطوله واتاهل لاولمبياد طوكيو. انت كده تروح تبقى طرديه؟ لا لا هي عندنا مفيش خسران نوك خلاص. اوت خلاص. تمام. هي كانت التاهيل في طوكيو من اول لغايه تالت. كانت عكس السنغال اللي احنا كنا فيها المره دي، كان التاهيل اول بس. يعني تاني وتالت ما لهمش تاهيل. يعني هو لازم تجيب اول عشان تتاهل. بقالك قد ايه بتتاهل للبطوله دي؟ البطوله دي بالظبط بقى لنا بتاع 6 شهور او 7 شهور بنتاهل بعد بطوله الجمهوريه على طول. واتعمل لنا بطوله جمهوريه تانيه بعدها ب4 شهور او 5 شهور. كنوع من انواع ايه بقى يعني كان الاحتكاك؟ زي يعني بطوله الجمهوريه بتاعه الموسم، وفي نفس الوقت تجارب عشان ايه لو هيتغير حد في المنتخب او كده، حد مستواه مش كويس وخسر، اللي هيجيب اول في البطوله كان هو اللي هيتضم مكانه. بس الحمد لله السبعه اللي كانوا في المنتخب رجال هم اللي كسبوا وجابوا ذهب، ومفيش الا واحد معانا اتصاب فاتغير بالاحتياطي بتاعه. هل انت لو رجعت كده بشويه بذاكرتك كنت ممكن تفكر ان انت ما تكملش بوكسنج؟ تكمل جمباز مثلا؟ لا صعب، لان انا عمري كله فيها، كل ما ارجع افكر هبدا من الاول ولا في حاجه كابتن تانية. سيد واقف لك العوضي؟ هو كده كده واقف لي، بس هو بيديني طبعا حريه الاختيار في الاول في الاخر، عشان هو ما بيحبش يجبرني، يعني بيحب يخليني اعمل حاجه وانا راضي عنها عشان اعملها باتقان. طب لو كنت حابب تلعب لعبه تانية غير البوكسنج كان ممكن تبقى ايه؟ هي كانت لعبت مصارعه ارماني وجبت تالت يعني القتال، انت الموضوع عندك راح في جينات اللي هي القتاليه سواء بوكسنج او مصارعه. جبت ايه بتقول لعبتها وجبت تالت ايه؟ جمهوريه ناشئين. والله الكلام ده وانا صغير خالص. يعني كده ابويا جابني بقى وقال لي اختار بقى بين اللعبتين عشان دي هتاثر على ديت، ففي واحده في الاثنين هياثر على التكنيكال بتاعها التانية. مختلف عن ده، فانت محتاج تركز يعني. قال لي اختار واحده عشان اتركز فيها، وكان قاعد جنبه المدرب بتاع اللعبه الثانيه. قلت له لا ملاكمه، اروح للغريب ليه؟ خليني مع ابويا. خليني في الملاكمه، اسره مع بعضينا يعني. والحمد لله ثمرها يعني جاني هذه الحمد البطوله. الحمد لله. شارك في هذه البطوله اكيد محطاته مختلفه، قول لنا كده اول جولاتك كانت ايه؟ انا اول ماتش ليا كان مع الجزائري المصنف ثالث الميزان، جايب ثالث في افريقيا وثالث في البطوله العربيه. الحمد لله كسبته في الجوله الثانيه بعد 30 ثانيه من الجوله قاضيه. قاضي؟ اللي هي الهوك ولا ايه؟ هوك رايت. خد هوك رايت نام.
الماتش خلص. وتاني ماتش دور ال 16 كان مع ليبيا. قعد دقيقة ونص الماتش. طب وزن 71 صح؟ اه. يعني بالراحة شوية. وسط الميزان. يعني وسط، أيوة أنا أقصد يعني اللي قدامك برضه هيبقى برضه. ما أنا لو نزلت بالراحة عليه هو مش هيبقى بالراحة عليا. لا لا باخدها بمنطلق انها اكيد يعني خلي الجيم رايح جاي مش كله كده. والله بس احنا شفنا ليك اصابه في صوره كده في اللي هي بتاعه بطاقه التاهل يعني. انا اعرف قصتها معاك برده، كانت في الجوله الكام دي ولا مع مين ولا ايه؟ دي كانت لو الصوره يا جماعه معانا اللي هي بتاع بتاهل البطاقه الاولمبيه دي. دي كانت في دور الاربعه في الجوله الثانيه. الجوله الثانيه كنت انا كسبان الاولى 3-2. تمام. فهو اللعيب الثاني بتاع الركن الثاني داخل بقى عايز يعوض، عايز يكسب، فداخل مندفع بقى وبيلعب بكل الباور اللي عنده عشان يكسب اخر جولتين عشان يكسب الماتش. فانا نزلت اهي الصوره ايه معانا ايه يا جماعه عشان بس الموضوع مش سهل يعني. وفينو في شمال اهو شايف. هي كده كانت خفت كمان كده يعني قبلها بيوم. قعدت انا بقى هوموكلار وفيزلين لغايه ما خففتها عشان ما تتفتحش في الماتش اللي يعني بعد. هو دخل فيه بدماغه. دخلنا في بعض انا وهو، هو بس انا بقى دماغه جات لي تحت عيني. يعني انا دماغي كانت عاليه هو دخل من تحت فجابها لي تحت عيني. الحمد كويس الحمد لله جت قد كده. الحمد لله ما اتفتحتش الحمد لله. الحمد في لله. اصابات بتبقى مؤثره في البطولات. في ممكن تتفتح فتحه في وشك الدكتور يطلع يبص عليها ما ينفعش تكمل. ودي بتخلص الماتش بيخلص اصابه. ولو في ماتشات نهائيه يعني لو نهائي بيشوفوا النتيجه بتاعت المده اللي اتلعبت، مش نهائي وادوار تكمله. اللي اتصاب بيطلع، عشان كده كده اللي اتصاب الدكتور وقف مش هينفع يكمل. ولو في ماتش نهائي بيشوف البوينتس لحد لحظه الاصابه مين راكب المباراه وبيبقى صار النتيجه. يعني ممكن المصاب هو اللي ياخد اللقب، هو اللي يكسب لو ماتش نهائي. لو هو اللي صاحب الماتش وكده. وممكن التاني ياخد انذار عشان ضرب ضربه غلط وعوره. بس التاني مش هيكمل، اللي خد الانذار اللي يكسب، عشان هو تلات انذارات يخسروك الماتش. يعني انها انذار يخسر جوله اللي هي بتبقى خارج اللعب، خارج قواعد اللعب النظيف اللي هو تحت الحزام وما الى ذلك، واستخدام القوة بقى القوة أو الهيدرز أو الدماغ في الموضوع بشكل مقصود أو متعمد يعني. أيوة تمام. زي ما ده بس ده ما كانش متعمد في اللقاء. لا لا دي مش متعمدة. هو لو متعمدة كان الحكم خد باله وعلى طول حذره عليها.